في شباك الشارع نذهب إلى مدينة الخليل في الضفة الغربية لاستطلاع الآراء حول مخاطر فيروس كورونا، فبالرغم أنها تبعد ولاف الأميال عن مصدر الخطر إلا أنها تستشعر أثار فيروس كورونا، مما أدى إلى توقف الواردات الصينية. أن إحنا حوالي كونتينر بشكل شهري دوري تجينا من الصين، ومن أول ما سمعنا عن الكورونا وحدث الكورونا في العالم تم توقف كل الشحنات اللي بتيجي من الصين، وزي ما أنتم شايفين يعني البضائع في تناقص، وإن شاء الله يعني الأمور بتنحل. أنا المحل اللي كنت أشتغل فيه المشهد أشغل لمحلات كبيرة، فهمت؟ كان كل الشغل يطلع على الضفة الغربية. من الاستيراد اللي صار يستوردوا من الصين سكرت الأسواق الفلسطينية بالنسبة لشغلنا، فهمت؟ وصلنا قعدنا أكثر من شغلنا، سكرت المشغل أنا من سنة 2001 وجيت أشرب بالفلافل. الوقت الحالي لسه ما بين آثار مرض كورونا على الاقتصاد الفلسطيني، ولكن فيما بعد أنا بتوقع يعني كمان شهرين مرض كورونا راح يأثر على الاقتصاد الفلسطيني وعلى الاقتصاد العربي وعلى الاقتصاد العالمي، لأنه المواد الخام كلها تأتي من الصين، والتصنيع اللي حتى في البلاد العربية معتمد على الصين، يعني حتى الأجهزة الكهربائية التي يتم تصنيعها في البلاد العربية كومباتبل بتكون المواد الخام أصلا من الصين يعني.